الاثنين للاربعاء من 9:30 النهار مع ريم بن شعلية. التسعة وتسعة وثلاثين دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم ناس كل ضيفتنا في الأستوديو، السيدة منى جلال مديرة الملتقى ورئيسة مؤسسة أو المؤسسة للشركة العربية الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وإحنا هنا نحكي على ملتقى الدولي 23 للسياحة العربية والعمرة. الملتقى هذية وقت الشي يبدأ وقت الشي يوفى، ناخذ تفاصيله مع ضيفتنا. هو موجود في إحدى نزل العاصمة تويكا. شنو أهم الأهداف اللي تعمل عليها الملتقى هذية؟ شو نستنيه منه الملتقى هذية؟ هذا كل ناخذوه مع ضيفتنا ساعة. مدام منى مرحبا بيك. مرحبا، أهلا، نورتنا. مرسي، أشكر. هذه الزيارة رقم قديش لتونس؟ لا، أنا في تونس تقريبا من 13-14 سنة، يعني من نظم الملتقى ده من فترة طويلة. يعني تويكا تفهمنا في كل شيء، بنت بلاد يعني. وتاكل ماكلة تونسية أكثر ولا تحبذ الماكلة التونسية أكثر، الماكلة المصرية أكثر؟ لا والله، يعني ما شاء الله هنا عندكم أهل الكرم، يعني بلد جميلة وتونس الخضرة. يلا مرحبا بيك، مرحبا بضيوفنا الكل. ملتقى دولي ماهوش نسخة الأولانية متاعه، هذه نسخة 23 متاعه، 23 سنة الملتقى هذية يخدم على تسهيل اللقاء بين وكالة الأسفار على هندسة العمرة. فنسألوك الملتقى ذي من وقتش لوقتش باش يكون موجود في تونس؟ يوم 31 يوليو إن شاء الله. غدوة يعني؟ غدوة. غدوة حتى؟ هو يوم واحد. هو يوم واحد. هو لقاء يوم واحد. هو يوم واحد. شو الهدف من تنظيم الملتقى هذي في تونس؟ اللقاء ما بين الشركات السعودية مع الشركات الوكالات التونسية لإبرام الاتفاقيات ما بينهم، يشوفوا نظام الموسم الجديد للعمرة، إيه الترتيبات، إيه الحاجات دي. يعني نقولوا نحن هي خطوة تسهيلية باش تسهلوا، لكن ماهيش معناه في علاقة مع وكالة الأسفار، ليس في علاقة مع المواطن التونسي. لا، بزنس. بزنس. شو تستنيوا منه الملتقى ذي؟ انتظاراتكم الملتقى هذا؟ إن شاء الله ربنا يوفقنا فيه، وبندعو كل الوكالات الأسفار السياحية بتونس إن هم ييجوا يتقابلوا مع الفنادق والشركات السعودية، وفي انتظارهم بكرة إن شاء الله. في الملتقى هذية تبرم اتفاقيات، ولكن أيضا تعرض الخدمات. تعرض يعني تفاصيل الخدمات تكون موجودة. خدمات، كل واحد بيقدم الخدمات اللي عنده. كل وكالة سعودية أو كل سعودي مزبوط. سيقدم الخدمات اللي هو بيقدمها للوكالات الخارجية. يعني فيه فرق، سيكون فيه فرق بين الموسم الفارط والموسم هذا؟ ما نجموش كل عام ننظم ملتقى فقط لتتلاقى الوكالات، أكيد أنه فما أهداف أخرى، أكيد أنه فما خدمة على أنه نتلافي أخطاء الماضي أو نتلافي تقصيرات الماضي. أكيد أو كل سنة أكيد بيبقى فيه تطوير أكتر، بيبقى فيه إضافات، يعني أكيد إن شاء الله. شو نجم نقوله على الموسم القادم؟ يعني نتمنى ان هو يكون ان شاء الله يكون موسم موفق ان شاء الله. هذا اكيد، ما هذا اكيد، ما احنا في التمني انا نجم نتمنى كمواطنه تونسيه. اما انتم ما تنجموش تتمنوا، انتم تنجموا كان تفعلوا تعطيونا المعلومه الصحيحه. شنو اللي نستناو فيه او شنو المنتظر من موسم العمره القادم باش يتم فما اقبال؟ يلزم على قليله فما تكون فما تضمينات، تفاصيل، خدمات اضافيه. شو نجمو نستنيو من موسم جديد للعمرة اللي إن شاء الله يكون؟ يعني معناها هم لما بيتقابلوا مع الشركات هم بيعرفوا بالضبط منهم إيه الخدمات الجديدة الإضافية اللي هم هيعملوها السنة دي أو كده، هم الوكالات هم اللي يقولوا لهم. يعني دوركم أنتوما في هذا شنو؟
لا احنا ما لناش في ده. دوركم يعني... اي دوركم شنو؟ دوركم ما هو دوركم في هذا الملتقى؟ احنا تنظيم الملتقى. واضح. قداش بتكون فما من شركة سعودية في الملتقى هذايا؟ يعني وقداش من شركة تونسية؟ في حدود يمكن 50 شركة تقريبا. ومن تونس؟ ومن تونس يمكن 4-5 فقط. فقط. أنا ما نجمش ناخذ منك أكثر من هكا تفاصيل، يظهر لي حسب ما فهمت متحفظة. أيوة. جدا. أيوة أيوة أيوة. متحفظة جدا. فنقول شكرا على قدومك بحضينا، إن شاء الله موفقة في هذا الملتقى الدولي 23 للسياحة العربية. مازال بابا الأسمر مازال